أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما تشهده مملكة البحرين من تطوير وتحديث على كافة المستويات يؤكد مضيها في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشودة على كافة الأصعدة، منوها سموه بأهمية استمرار تعزيز مكانة المملكة كأحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية عبر توفير الفرص والمقومات الجاذبة للمستثمرين والسياح وتحقيق المزيد من النقلات النوعية في هذين القطاعين الحيويين، بما يرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن مملكة البحرين استطاعت وعبر مسيرتها في صناعة المعارض والمؤتمرات من تحقيق منجزات مهمة للمملكة عبر ما عكسه مستوى التنظيم العالي للكوادر الوطنية للفعاليات والأحداث العالمية والإقليمية التي أقيمت على أرض المملكة من سمعة مميزة عززت من رغبة الشركات العالمية في تنظيم مؤتمراتها ومعارضها في المملكة، وهو ما شكل تحديا جديدا يتم اليوم تحويله إلى فرصة حيوية سينعكس أثرها على نماء وازدهار هذا القطاع الهام، وذلك بإنشاء مركز دولي جديد للمعارض والمؤتمرات. جاء ذلك لدى رعاية سموه حفظه الله حفل وضع حجر الأساس لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير، يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة. وبعد أن تفضل سموه بوضع حجر الأساس لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة كبار المسؤولين إذانا ببدء العمل في المشروع، أكد سموه على الأهمية التي سيحظى بها هذا المركز بعد الانتهاء من تنفيذه، كونه سيرفد الجهود القائمة لتعزيز استقطاب المزيد من الفعاليات والأحداث والمعارض، بما يوصل مضاعفة دور القطاع السياحي الحيوي المهم في نماء وازدهار المملكة عبر إسهاماته في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني. مؤكدا سموه أهمية العمل على زيادة تنافسية مملكة البحرين وريادتها من خلال تنويع القطاعات الاقتصادية الذي من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة للوطن والمواطن. وخلال الحفل ألقى سعادة السيد زايد بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن عمق اعتزازه للرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لهذا الحفل الذي يعلن عن بداية تشييد هذا المشروع الحيوي في الصخير، والذي من شأنه أن يعمل على تعزيز البنية التحتية للقطاع السياحي بما يسهل استضافة أضخم الأحداث العالمية في مملكة البحرين. وأشار سعادته إلى أن المشروع سيضع أساسات موقع نموذجي يتسم بجاهزية حديثة ومتطورة على كافة الأصعدة من بنية تحتية وتكنولوجيا وخدمات متطورة وفق أعلى المعايير الدولية في مجال صناعة المعارض وما يرفدها من أشكال السياحة التي ستنشط بدورها مختلف قطاعات المملكة لتوفير احتياجات السياحة الوافدة وتنويع مصادر الدخل وفق توجيهات القيادة الرشيدة. يذكر أن مشروع مركز المعارض والمؤتمرات في الصخير سيقام على أرض تبلغ مساحتها 309,000 متر مربع، حيث سيتم تشييد المبنى على مساحة 149,000 متر مربع من إجمالي مساحة الأرض، وسيضم المركز 10 قاعات للمعارض بمساحة إجمالية تبلغ 95,000 متر مربع، مجهزة بأحدث الخدمات اللازمة لاحتضان الفعاليات والمعارض العالمية، ومركزا للمؤتمرات الرئيسي البالغة مساحته 4,500 متر مربع ومجهز بأكثر وسائل العرض تطورا، ويتسع لما يقارب ل4,000 شخص، ذلك إلى جانب 27 قاعة متنوعة الاستخدامات بمساحات متوسطة وصغيرة.